رجعنا لكم مشاهدينا، أكيد مكملين معاكم تغطية روتانا خليجية للقمة الاقتصادية لمجموعة العشرين المنعقدة في الرياض. أكيد يسعدنا أن ينضم معنا في الاستوديو ضيوفنا الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود، سفيرة مناصرة للجهود الدولية في مكافحة وباء وفيروس كورونا، وأيضا رئيس مجلس إدارة فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية. وايضا نرحب بالكاتب في الشان الصحي الاستاذ محمد السنان. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي. اميره هند، يعني اذا بدات معاكي بدايه وجينا نتكلم عن الحديث الان، ما شاء الله كنا قبل شوي بنسمع البيان الختامي او الخطاب الختامي للملك ولهذه القمه، وتم تسليم القمه القادمه باذن الله لدوله ايطاليا. كيف تصورين لنا تعزيز مشاركه المراه في القياده كصانعه قرار وأيضا متمكنة من تولي كثير من المناصب القيادية؟ كما تعرفون رؤية المملكة تسعى دائما لتمكين المرأة، وكان هذا من أهم الأهداف لتولي رئاسة المملكة العربية السعودية في هذه القمة. تسعى المملكة لمساهمتها في قطاع الأعمال كافة، من ذلك من تعزيز دورها القيادي وتحفيز القطاع لاستقطاب الكوادر النسائية، وكذلك تجهيز النساء لقيادة هذه المراكز. نعم. طب لو جينا نتكلم في سنة رئاسة استثنائية واللي شفناه طبعا برئاسة المملكة العربية السعودية للقمة 16 لدول 20 اللي تعتبر القمة الثانية لهذا العام، حيث لم يسبق انعقاد قمتين في نفس العام وضمن نفس الرئاسة، كيف تعلقين على ذلك؟ من خلال القمة السابقة اللي هي خاصة أو طرحت خاصة لجائحة كورونا، والقمة الحالية ننظر النظرة المستقبلية للعالم، وكذلك دور المملكة الفعال في تفاعلها مع هذه الجائحة اللي أصبحت محط أنظار وأصبحت خير مثال للدول الأخرى في مكافحتها أو تواجهها للأزمات في هذه الأزمة. نعم. أستاذ محمد، اليوم احنا في قمة العشرين وهي قمة اقتصادية، وفي الاقتصاد لا يوجد أصدق من الأرقام. كيف تصف لنا الأرقام الصحية المملكة العربية السعودية اليوم؟ أول شيء أمسي عليكم بالخير وعلى الأخوة المشاهدين، يسعد مساءكم، مساء سعيد جدا. سمعنا صوت خادم الحرمين الشريفين وهو يختتم هذه القمة، شعور فخر جدا كبير لنا كمواطنين سعوديين. بالنسبة للأرقام، وزي ما قلت الاقتصاديين يحبوا لغة الأرقام، الصحة اهتمت بالأرقام بشكل كبير جدا، فكان الإحصاء الصحي دور كبير جدا في هذه الجائحة، وتميزنا بالشفافية. كان كل يوم متحدث وزارة الصحة يتعامل مع الأرقام بشفافية، نشرك المجتمع، كانت الأرقام تدار بشكل احترافي كبير ودقة عالية. نجحت المملكة فيما فشل فيه بعض الدول حتى في الصحف البريطانية وفي الصحف الأمريكية، تواجهت مشاكل بناء على الإحصاء الحيوي للمرضى والحالات الإصابة. في المملكة كان في شفافية، وحتى خصصت منصة وزارة الصحة كان يعلن فيها أعداد المصابين، المتعافين، المتوفين في كل مدينة بالتفصيل، كانت تحدث بشكل يومي أيضاً. وهذا الشيء كان له دور كبير أيضا في اتخاذ القرارات. كلنا مرت علينا هذه السنة بحظر التجول الجزئي، حظر التجول الكلي، رفع الحظر، كل هذه القرارات كان يتخذها صاحب القرار بناء على الأرقام اللي كانت مهيئة له من الإحصاء ومن الجهود الكبيرة. يعني دائما احنا نشكر الممارسين الصحيين، اليوم نشكر الإداريين اللي اشتغلوا بشكل كبير على الإحصاء الحيوي وجمع هذه المعلومات اللي ساعدت متخذ القرار على اتخاذ قرارات سليمة ساهمت في نجاح تعامل المملكة مع الجائحة. أيضا بلغة الأرقام، إذا يعني اليوم قمة العشرين هي كأنه المعيار اللي يجب أن تقارن الدول فيها نفسها، كالسعودية كعضوة في مجموعة العشرين كيف تقارن أرقامها الصحية بباقي دول المجموعة؟ خلينا نقارن مقارنتين. أول شيء نقارن السعودية بنفسها قبل 20 سنة، بما أن احنا قمة العشرين. ممتاز. المملكة قبل 20 سنة كانت تعداد السكاني فيها حوالي 20 مليون، اليوم قفز إلى قرابة 32 مليون، 60-70% زيادة. في نفس الوقت عدد المستشفيات كان حوالي 324 مستشفى في المملكة في عام 2000،
اليوم احنا نتكلم عن 498 مستشفى، يعني نتكلم عن زيادة أيضا 60-70%. نفس الشيء بالنسبة لأعداد الأسرة، كانت حوالي 44,000 سرير، اليوم نتكلم عن 67,000 سرير. فنلاحظ أن التطور الصحي للمملكة خلال 20 عام تواكب مع التضخم السكاني للمملكة، وهذا يعتبر من النجاحات الصحية. مقارنة بدول العشرين، هناك معايير ومؤشرات عالمية لأي نظام صحي. مثلا أعداد الأطباء لكل 10,000 نسمة في المملكة كان معدل 27.5، ما يوازي متوسط المعدلات لدول العشرين مجتمعة. أيضا بالنسبة للتمريض كان المعدل 58 ممرضة تقريبا لكل 10,000، المعدل في دول العشرين 68 بفرق 10 ممرضات لكل 10,000. أطباء الأسنان كنا أعلى من المعدل بواحد، لأن كنا 5.2. أيضا عندنا بالنسبة للصيادلة كان مرتفع العدد، كنا 9.2 مقارنة ب 7.3 لمجموعة العشرين، فكان في قفزة كبيرة جدا في الأرقام. أيضا لو أخذنا المقارنة الأخيرة في مجموعة العشرين، كان من أحد المؤشرات الصحية هي نسبة إنفاق الأسر أكثر من 10% من مدخولها على الصحة. المملكة كانت 1.3، يعني نتكلم على 1.3%، مع أنه المعدل كان لدول العشرين 6.7، يعني في فرق كبير. فالمملكة ما كان في صرف كبير من الأسر على الصحة. نعم أميرة هند، كان في كثير مجموعات عمل تبع قمة العشرين، لكن نبغى نستفيد من وجودك معنا وتحكي لنا عن دور مجموعة المرأة W20. بالنسبة للـ W20 كانت من أهم أهدافها اللي هي طرح ملف تمكين المرأة، وطرحت العديد من المواضيع اللي تخص المرأة في جميع المجالات وليس فقط التمكين. وكان دورها الأساسي هو تفعيل الوعود السابقة وتحفيزها وسد الفجوات في هذه الوعود. كذلك أيضا نلقى الواقع ملموس لدينا أن بدأت تمكين المرأة وبدأت مشاركاتها في هذا المجال. يعني يمكن في كثير بالنسبة لتمكين المرأة راح نتناقش فيه معك يا أميرة هند، ولكن عادة لك أستاذ محمد، يمكن في كثير من الإجراءات والخطوات اللي اتخذتها المملكة لحماية الصفوف الأولية، أو خلينا نقول الصفوف الأمامية للجيش الأبيض، لو تكلمني عنه. نعم، كان في دور كبير جدا في الوقاية الممارسين والحفاظ عليهم، وأيضا في تعويض من أصيب منهم أيضا أو توفي منهم. يعني كان آخرها الأمر الملكي بالتعويض ب500,000 ريال لعائلة ذوي المتوفين من العاملين في المجال الصحي، وهذه نقطة لازم نركز عليها. القرار جاء العاملين، ما يشمل فقط ممارسين صحيين، حتى الإداريين في القطاع الصحي شملهم القرار، لأنهم أيضا من الجيش. بأثر رجعي من أول حالة وفاة. نعم، وبأثر رجعي لم ينسى أحد، وسعودي وغير سعودي، تمت معاملة الجميع بسواسية. في الوقاية تم توفير الأدوات والإمكانيات الخاصة والطب الاتصالي لتقليل اختلاط الحالات بالأطباء. صحيح. تم توفير الكمامات الطبية عالية الجودة للحفاظ عليهم، أيضا مواد الحماية أو أدوات الحماية اللي استخدمها الطبيب صرفت عليها المملكة بسخاء كبير لضمان عدم انتقال العدوى. لذلك لما نيجي للنتائج اللي صارت في الأخير، حتى لو رجعنا لمقارنتنا مع دول العشرين، كان نسبة الإماتة من الحالات المصابة 1% إلى أغسطس الماضي في المملكة، مع أن دول العشرين كان بعضها 14 و13، فرق كبير، 13% من المصابين. المملكة كانت في القمة أقل وحدة، كانت 1%. أيضا لما الآن ننظر إلى نتائج منتصف نوفمبر، نسبة التعافي في المملكة 96% من إجمالي المصابين، وهي الأعلى في مجموعة العشرين، يمكن تليها أظن إسبانيا أو إيطاليا. فكانت هذا كله، الأرقام هذه إيش تعطينا؟ تعطينا دلالة كبيرة أنه كان في خدمات علاجية متطورة، كان في خدمات وقائية عالية، كان في اهتمام بالإنسان وصحة الإنسان. لذلك نتج عندنا انخفاض في الإماتة، ارتفاع في التعافي، نتيجة نظام صحي قوي مهيئ لمثل هذه الجائحة. نعم. أميرة هند، فيك تصريح لولي العهد تكلم عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
كيف تنظرين لوضع المرأة في الرؤية وأيضا النقاط اللي تناولتها في مجموعة العشرين؟ نعم، كان تمكين المرأة من ضمن الأولويات في رئاسة المملكة العربية السعودية، وكذلك تصريح ولي العهد ارتفاع أو تمكين المرأة وتوطين وظائف المرأة من 17% إلى 31%. هذه أرقام يعني تقريبا معدل الضعف فيها. صحيح. وكذلك اهتمت الدولة في ملف المرأة اهتمام كبير، أولتها أهم اهتماماتها بحيث أنها وفرت لها جميع القطاعات اللي تقدر يعني تمارس فيها وظائفها. يعني في كثير من الأمور فعليا التي... طيب الآن هننتقل لأميرة هند وأستاذ محمد الآن إلى البيان الختامي في المركز الإعلامي. إذن عدنا الآن من المؤتمر الصحفي في ختام مجموعة العشرين الذي تحدث فيه وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وأيضا معالي فهد المبارك. كان المعالي فهد المبارك كلمة لافتة الحقيقة عندما سئل أحد الزملاء هل وصلنا إلى قمة، فذكر أننا وصلنا إلى قمتين ونحن دائما همتنا حتى القمة. الوزير الجدعان تطرق على القيم المسؤولية السعودية الحقيقة التي تصدرها للعالم عندما قال إذا تركنا أحدا خلفنا سنصبح جميعا في الخلف، عدم إهمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موافقة جميع الأعضاء الحقيقة على البيان الختامي بما فيها تركيا أيضا، تكلم أيضا عن إصلاح منظمة الصحة العالمية. فهد المبارك أيضا تحدث عن موضوع مهم جدا أنه لأول مرة تكون مجموعة مكافحة الفساد على المستوى الوزاري، وبالتالي السعودية جميع الإصلاحات التي تقوم بها تصدر تجربتها إلى العالم. أستاذ محمد أبغى أسألك عن إصلاح منظمة الصحة العالمية الذي سئل الوزير الجدعان عنه، ما ضرورته وما خطوات المتوقعة من مجموعة العشرين تجاه هذا الإصلاح؟ طبعا هذا الآن جائحة كورونا كشفت لنا الكثير من الأوراق. أحد الأوراق اللي كشفتها تخاذل في بداية الجائحة وبداية إعلانها كوباء من منظمة الصحة العالمية، حسب ما يرى الكثير من المحللين تأخرت منظمة الصحة العالمية في إعلانها كجائحة، وهذا لأسباب لا أريد التكهن فيها، البعض يعني مصالح مشتركة مع الصين أو أسباب سياسية أو اعتبارات أخرى، ما يعني ما أقدر أجزم بالسبب الحقيقي، ولكن أقدر أجزم بالنتيجة وهي الجائحة اللي صارت الآن في العالم وانتشرت بشكل كبير. لو تم التنبه لها كما تمت الاستعدادات في المملكة بإغلاق السفر، إغلاق إيقاف العمرة، الإجراءات الصارمة اللي اتخذتها المملكة قللت من انتشار الحالات في المملكة. بلا شك. لو تم هذا على مستوى عالمي بقيادة منظمة الصحة العالمية لكان الوضع أفضل ما يمكن من حصل حدث الآن. أكيد. نعم أميرة هند، لما نسألك أو نبغى نتكلم عن الأثر المنتظر لمخرجات قمة العشرين على الوضع الاجتماعي الاقتصادي السياسي وكمان الصحة خصوصا في مواجهة العالم لخطر كورونا. كما ذكرنا سابقا أن صحة الإنسان هي أولا. صحيح. وقالها مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين، الإنسان أولا. تعاملنا مع كورونا كان خير مثال ونقل تجربة كبيرة، وأثني على كلام الأخ أن تجربتنا في مواجهة الكورونا كانت رائعة ويعني نقلت نقلة دوية فعلا. نعم، ونقلنا تجربتنا للعالم الآخر بحيث أننا شاركنا، وهذا يمثل دور قيادتنا الحكيمة في مثل هذه الأزمات. صحيح. يعني يمكن كثير من الأمور اللي أنا حابة أناقشها معك كمان أميرة هند، لو تسمحين نتكلم شوية عن دور المملكة العربية السعودية في التخفيف من أثار هذه الجائحة. إحنا صحيح كورونا أثرت اقتصاديا في العالم كله، ولكن هي دعت المملكة العربية السعودية دعت لقمة استثنائية للقادة، ما مدى استجابة العالم أجمع المؤثر لهذه القمة والخروج بمثل هذه القرارات التي تم اتخاذها في قمة مارش 27 مارش اللي صارت في مارس؟ نعم، عندما دعت المملكة للقمة الاستثنائية كانت دعوتها ليست إعلامية إنما قول وفعل. نعم. فقد أمرت بعمل صندوق دعم الدول المتأخرة في مواجهة هذا الوضع. نعم، وضعت كثير من المقترحات. نعم
طبعا واقتراحات كثيرة نزلتها في هذه المؤتمرات أو في القمة. كمان ما نقول ما ننسى دور المجتمع في مواجهة هذا الوباء. في القمة الاستثنائية نقلنا تجربتنا للعالم أجمع كما قلت لك سابقا، والحمد لله أنها أثبتت وأتت بثمارها. الحمد لله. في كلمة خادم الحرمين الشريفين وفي كلمة ولي العهد وأيضا ما شدد عليه الوزراء قبل قليل، تركزت فكرة العمل المشترك، التعاون، وحدة التحديات. إلى أي مدى أن تتوقع أن مجموعة العشرين سيكون هناك تكامل أكبر في الجهود الصحية في المستقبل؟ أتوقع أنه إحنا أخذنا الدرس بشكل كافي وافي خلال هذا العام عام 2020، من ناحية أنه إذا تضررت دولة واحدة، وهذا ما حدث، تضررت الصين باكتشاف حالات، لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل لازم من تأخير إعلان الجائحة بسبب منظمة الصحة العالمية، فهذا الوباء لم يبقى في دولة واحدة، انتقل لجميع الدول. إن تأخرت دولة سنتأخر جميعا، إن أصيبت دولة سنصاب جميعا، لا أحد بمعزل عن الأمراض، لا أحد بمعزل عن الكوارث، نحن نسكن كوكب واحد، لابد أن نكون يد واحدة تجاه أي كل جائحة. وإذا تسمح لي بكلمة، أنا اليوم الصباح قبل ما أجي شفت تغريدة جميلة رسمت ابتسامة على وجهي لما قريتها بصراحة للأمير عبد الرحمن مساعد شاعرنا الكبير، كان يقول فخور بوطني وفخور بمليكي وبلادي في رئاسة قمة العشرين، ممتن لكل الأشقاء والأصدقاء الذي سرهم ذلك، سعيد بحقد الحاقدين، منطرب جدا لصراخ على قدر الألم والحسرة، وأضيف من عندي يحزن من يحزن، إحنا مسرورين ما همنا أحد. يعطيك العافية أستاذ محمد سنان والأميرة هنبت عبد الرحمن. كمان أنا حابة أسمع منك كلمة أخيرة ممكن توجهيها. يعطيكم العافية وشكرا لكم، ونشكر القمة هذه التي استضافت قادة كبار برئاسة المملكة العربية السعودية، ونرى إن شاء الله الازدهار والنجاح بإذن الله في مملكتنا العزيزة بإذن الله. بإذن الله. شكرا لكم، شكرا لتواجدكم معنا اليوم. شكرا. أهلا وسهلا مشاهدين، احنا أكيد مكملين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل.